هل الملائكة مخلدون وهل يأكلون؟ لا، الملائكة لا يأكلون. لذلك لما قدم إليهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الطعام رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم أو جسم منهم خيفة، لا يأكلون، الملائكة لا يأكلون عليهم السلام. لكن مخلدون؟ لا، ما هم مخلدون أبدا. كل شيء هالك إلا وجهه، ما يبقى إلا وجه الله سبحانه، ما في شيء مخلد أبدا. جاء أثر إن كان ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينادي الله تبارك وتعالى يوم القيامة عندما ينفخ في الصور فيهلك جميع من على هذه الأرض، فينادي ملك الموت يقول من بقي؟ يقول بقيت أنت يا رب وملائكتك. فيقول الله تبارك وتعالى اقبض أرواح الملائكة، فيقبض أرواح الملائكة، فيقول من بقي؟ يقول بقيت أنت يا رب وأنا وجبريل. قال اقبض روح جبريل، فيقبض روح جبريل، ثم يقول الله له من بقي؟ يقول بقيت أنت يا رب وأنا، فيقول له مت، فيموت ملك الموت. عندها ينادي الله تبارك ويقول لمن الملك اليوم؟ لا يرد أحد، الكل ميت. يعيدها الثانية، لمن الملك اليوم؟ لا يرد أحد. ثم يعيدها الثالثة، لمن الملك اليوم؟ ثم الله يجيب نفسه ويقول لله الواحد القهار. فهذا وإن كان يعني ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره قتادة، قد يكون يعني سمعه من بعض الصحابة، وقد يكون الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. لكن نحن عندنا كقواعد علمية لا يقبل مثل هذا، لكن القصد أن هذا هو المشهور، أنه كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى كما هو ظاهر الآية.